بترجع تطلع. عودي معكم للمتابعة. طبعا السياحة بلبنان بعدها مستمرة مع انه المدارس يعني على البواب، ولكن كتار من اللي عايشين خارج لبنان من اللبنانيين وغير اللبنانيين العرب والأجانب بعدهم عم يزوروا لبنان، والعجقة على المطار عم تكون كتير كبيرة بالروحة وبالرجعة. بقى بدي أنصح الكل يلي مسافرين أنه يتوجهوا للمطار قبل بثلاث ساعات، نصيحة مني، لأنه عم بيكون في كيو كتير طويلة إلا اللي عنده واسطة، في وصاية أوقات هيك تمروا، بس بتمنى أنه الكل يكونوا واقفين بالكيو أو بالصف. تعملي واسطه شيء؟ ما فيك، ما فينا نزابر ونقول ما في واسطه. اه بتعملي واسطه. مشان هيك ما لقيك. بدي اخبرك شغله، انا عملت، انا اليوم رح اعمل لك واسطه وراح اجيب معك الشيف طارق. ما شايفه انا بلشت الاساتذه بالمعلمين. انا ما بكتفي بشيف. بلقى غير استاذ قاعد على الكرسي. انا عاده ما بكتفي بشيف، بجيب اثنين. اوكي. بليس اصحاب انت وطارق؟ اكيد. حبي له اكلاته لطارق؟ ما هو جاي اليوم يعمل تيستينج على اكلاتي، ما بعرف بلش اكل بس خلصوا الصحون يعني شكلهم طيبين. طب طارق بتحب اكلات بلقيس؟ انا مش بس بحب اكلات، انا بلقيس بحب لبلقيس. يلا دخيل عرضك ما تحب. كشاف دخيل عرضك ما تحب. جوزة عم يحضرنا هلا وهلا هلا بتعمل مشكلة. ما هو بحبه لجوزي كمان. ما انا كثير بحبه لجوزة، ما لهيك لانه مأمن الواسطة لهيك عم بحكيها. ما هو بلش بالوسائط هلا. اوكي طيب، لكن فينا ناخذ صورة وننزلها سوشيال ميديا ولا جوزك بيغار؟ اكيد اكيد ما في مشكلة، انا عندي، لانه انا سمعت مؤخرا انه جوزك عم بيغار من السوشيال ميديا، فانا رح قوم لعندك وناخذ صورة انا وياك والشيف طارق وننزلها على السوشيال ميديا. قربي سمعنا. شو اسمه جوزي؟ علي. يلا علي. يا علي تبع حالك علي. اوكي يلا. لا انا بالنص. قربوا. هاي قربوا 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 اكثر. تليفونك صغير. هاي بعد اكبر من هيك. مش الحال، مش الحال. بس بدي افك له عقدته لعلي. ورشه ملح. طلعت معه قور. ما انت شو طلعت معك؟ لا هو لو هيدا قطر للكويزتين صح؟ اه هيدا التين اللي بس انت رأ... بس انت رأ... بس بس اليانسون رح تصفيه ما هيك؟ لا خليه بقلبه؟ لا بتخليه بقلبه اكيد بقرقش؟ لا لك ليه؟ لانه هاي حبه التين احنا اذا فتحناها بعد الطبخ هدي الحبوب اصلا بينزلوا مع التينات، يعني انت بتحس حبوب اليانسون كانه بذور التين فما رح يضايقوك. بس انت رح تفتحيها وتنزليها؟ لا اكيد لا مثل ما هي. بس على الغلي ممكن تفتح الحبه او انت وعم تاكلها بدك تفتحها، فبتحس انه حبوب اليانسون وبتحسوا انتم كمان انه هي قريبه لحبوب التين. بس انا بحبها مفتوحه. خلص عم بمزح عم بمزح. تنزل الطبخه هنعمله تنزل. انا رح اخذ كشك. وهذا صحنه. رح بلش اغلي التينات. كثير طيبين. ورح اقول لكم شو عملنا. كثير طيبين. ورح نرجع نعمل العجينتين قدامكم ونحشيها ونفوتها على الفرن ونطلع اللي بقلب الفرن وندوق الشيف اللي برده، وهيك بهالطريقه بتكونوا انتم مشيتوا معنا ستيب باي ستيب. اليوم نحن عملنا 3 كبايات من السكر، حطيناه لتقريبا كوبين من المي، مش كوب ونص لانه انا بدي اعمل مربى وبدي شوي تكون رخوه، ما بدي اياها كثير جامده. عم بحكي عن كواز التين، غليتهم قبل بوقت وسوري ما فرجيتكم شو عملت لانه اصلا بدي اياها تكون بحدود النص ساعه للأربعين دقيقه عم تغلي. بعد ما غليت حطينا عصره حامض، فينا بعد نزيد شوي، حطينا ملقه من اليانسون الحب وفينا نجيب اليانسون المطحون بس انتم مش عارفين كيف طاحنينهم، يعني هيك مبين اليانسون الحب، وعندنا كم حبه من كبش القرنفل على الاكل بتقدروا تشيلوه بس تعطي طعمه كثير طيبه لمربى التين. قبل ما يستوي التينات رح حط ملقعه من السمسم البلدي المحمص. هون اي تين نحن بحاجه؟ نحن بحاجه للتين اللي بين الفج وبين المستوي، التين الابيض. التين الابيض ما لازم يكون مستوي كثير لانه بيهلط، ما لازم يكون فج كثير لانه ما بيعود يستوي وما بيعطونا السويت يلي بقلب حبه التين. نحن مثل ما قلنا بحاجه للتينه يلي مندوسها عن الشجره ومنلاقيها اول طراوتها. منبلش نسقطهم بقلب القطرات يلي عم يغلوا، مثل ما قلنا منختار الحبات القاسيين شوي. هذا بيسموه المعقود، يعني معقود التين. انتم مشهورين بضياعكم فيهم. وانتم كمان. وانتم كمان. هلا بدنا نتخانق مين اللي بيطلع اطيب. على كل حال عن جد اهل الشوف مشهورين بالمعقود التين الرخو
يعني بيكون كتير رخو وفيها كتير قطر، يعني بتكون المرتبان مثل هيدا معبى قطر وكم حبات من كواز التين وبكونوا شوي مفصولين عن بعض. مزبوط. اهل الجنوب بيعملون اسمك شوي ومشهورين بالمعقود يلي بيجي يابس مع كتير مكسرات. انه بيبسوا التين بعدين بيرجعوا بيعملوا معقود، بيبسوا التين الجوز واللوز والفستق قبل ما يطفوا بحطوا المكسرات جوز ولوز وفستق وهي الخبريات وبيعملون كتير ناشفين مش انه رخوين، يعني بالمرتبان بيصيروا يحطون كيف مربى تفاح صح. مش انه ليكويد مش انه قطر، هو بدهم يطلعوا قطر وحبوبتين بيطلعوا بالسكينه يعني مش بلعه صح. بياكلون بالصبحيه مع القهوه. اذا بدك ساعد بدك ساعدك بشيء بطحن تقلي ابدا. بدك تساعدنا بالدويقه، حطينا التينات اللي بدنا اياهم، هو ما بعد ما بقى بدي اياهم، رح اعمل على السريع العجينتين واحشيهم. شو بدي اعمل؟ رح جيب زيت الزيتون رح حطه على العجينه، رح حط عجينتين حد بعضهم وقد بعضهم بشكل سيركل تكون قد المنقوشة تقريبا، او اذا نحن بدنا اياها فطيره كبيره فينا نكبر، بس اهم شيء لما نقرصهم للحبتين العجينتين يكونوا قد بعضهم. هلا هاي اول وحده، هي بيسموها الطلميه بكشك اخضر صح. شيف طارق هيدا مش كشك اخضر اخضر، بس هيدا قبل ما يطحنوا الكشك بينشف كتير وبيصير مبرغط. مزبوط. قبل ما ياخذوه على المطحنه، من زمان ما كان في مطحن، يعني كانت النسوان تتش الكشك بمي سخنه وتخلطه مع البندوره والبصل، فانا هيك عملت قبل ما اخذهم على المطحنه للكشكات عملت. بس كتير طيب هيك بضلوا محافظ على طعمته. صح، بتعطي طعمه غير هيديك الطعمه. صح، غير طعمه الكشك البودره. حطيت زيت زيتون، حطيت العجينه بالارض، حطيت ملعقتين كبار من الحشوه يلي نحن قلينا بصله وقلينا بندوره. ليش شيف طارق قليتهم؟ كرمال انا بدي غطيهم، فاذا تركت البندوره والبصل ني الحراره ما رح توصل حراره كامله، فحضلت اقرش حبه البصل، فاضطريت انا قليهم بالمقلايه كرمال تستوي البندوره والبصل. هيك بكون انا بس بدي خلي العجينه تستوي، بعدين ببطل يبخر البصل بس يكون بطل طعم مغطى بعجين ثاني. يعني مزبوط، هيك فينا نحن نتخلص من العجين اللي باقي وفينا نتركه. هلا رح شيل اللي بقلب الفرن فرجيكم النتيجه. هون بس انا زعبرت شوي، حطيت على هاي زدت زيت، حطيت حبه البركه، حطيت بدي ارجع ادخلها على الفرن. بعرف. حطيت انت مش معود علي انه انا بعجق حواليا على طول بتلحقني الكاميرا. عم بتفرج بديكم. لا هن معودين. حطيناها بالفرن، بدك تعطيني علامه. وهيدي النتيجه الثانيه رح شيلها وحطها بالصينيه. تعطي علامات للكل يا عمي انت؟ ايه بدك تعطي علامات لإلي. بعدنا عم نحكي عن بداية عام دراسي. عن بداية ما صح. اوكي. بدنا نشيلها. اوه. اوكي. وبدنا نفرجيهم الباردة شو بتحتوي. الباردة اللي ناقصت ثلاث شقف صارت. ايه ما هيك. هيدي النتيجة. اوكي شو رايك فيها؟ انا بعتقد كثير طيبه. العجينه متوازيه مع طعمه الحشوه. ميرسي كثير لك، شرفتني اليوم طيب. بالفقره طيب شرف كل لنا. وهلا بعد شوي رح ندوق التومات التينات. نرجع لعندك جوزيف. لعندي انا لاحظت قالك بعتقد كثير طيبه، وانت قلتي له عم تقولي له عم تعلميه كيف يشتغل، يعني ما بعرف حسيتكم مش كتير قراب من بعض او عم تشجعوا بالعكس. جوزيف لا انت كتير عم جوزيف انت عم تخربها، انت عم بتجرب تخلق فتنه بيني وبينك. انا هذا اللي شفته لانه بتصور مشاهدين شافوا مثلي. انا طريقتك صرت اعرفها كمان، اخذت طريقتك صرت اعرفها. شوف خلص اللي حكيته حكيته. طيب شاف انت بتعمل العجينه اطيب ولا هي ما بعرف؟
هي عجينته طليانية. ما خص بالعجينة عجينة، ما خص باللي عم تعمله هي اللي عملونا. تعمل مربى الطين من غير مدرسة. بس هي اللي بتعمله كتير طيب. أنا بشهد لها 10 على 10. طبعا كلنا بنشهد لها بلقيس. محس سيلفي، انت خذلتنا. بلقيس يعني أكلتها والكشكات غير شكل يا بلقيس، والعجينة كتير طيبة. نحن وياكم مكملين، بس خلينا نروح على صالات السينما اللبنانية كمان مرة مع غيدا، ونشوف شو في عنا من أفلام فيكن تشوفوها اليوم. What was father like? He was just like you. Strong, funny, and so handsome. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأنيميشن كوبو and the Two Strings عن صب صغير اسمه كوبو، عم يبحث عن بدلة سحرية لبسها والده الراحل لحتى يواجه روح شريرة من الماضي، بأصوات تشارليز تيرون، آرت باركنسون، ورالف فاينز. Do you need a little help? No. Yes. Oh. Hello, Morgan. How are you feeling? I'm feeling not quite myself. ولمحبي أفلام الرعب، مورغان عن مستشار إداري لازم يقرر إذا كان بده يتخلص من كائن بشري مصنع، مع كيت مارا وأنيا تايلور جوي. I'm feeling much better. Baby, look at you now. إذا نحن وياكم ثانك يو لك غيدا، دائما تعطينا أفكار جديدة عن أفلام بصالات السينما اللبنانية. بعد شوي رح نرجع نشوف بلقيس، هلا بشوف إذا يا باخذ لها طارق يا بخليها، هلا بفكر بالموضوع وبرجع بظبطها. بعد البريك رح بيكون طبعا معنا ضيوفنا بالاستوديو، رح نحكي عن موضوع بيئي بامتياز مثل ما عودناكم يوم السبت بالحلو بلبنان، نحكي عن موضوع بيئي بلبنان. بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة، خليكم معنا.